الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبيده ملكوت الأرض والسماوات مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أنو أمهد علينا نسوى فجي درسي كان أما عشر كان أما برنامج كان تاريخ الصحابة عشر كان أما برنامج كان وحنو أهد ليني تاريخ دي وناكسنيد ذهبي قاهد أي صامرين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبة كمدة أما صور من حياة الصحابة سيد الشيخ عن كسو تاريخيني الشيخ الدكتور عبد الرحمن رأفد الباشا الدمشقي وهو تلقى لأنه مقالة كوبا وآدو قروح بدا ودلي يرد يقود هندد كمسلمين تأسو قد بيه وحان قادنينا إن شاء الله تعالى درسي لباد أما عشر كي لباد كتابك صور من حياة الصحابة أنا وعشر كهر وخص وقاضني شيخ مؤلف كأه كتاب كان عجائب تبدا قري تاريخ دي سي هي علمي هي كفاحي دين توص وقلي لقب اللابو دل شديس إلى دم شديس سكابا عشر كان الله بعد وحنغنا مرك كتاب كان رب اللابنا يا شيخ رحمه الله تعالى وحوجه رمري كتاب كيسا نسخدا صحابي قال لي رادو سعيد بن عامر الجمحي وتاريخ نولدكي أما كفاحي يتاريخ ذو صامري صحابي قال مشهور كأه قال لي رادو أه لي رادو سعيد بن عامر الجمحي طبعا جمحي ونسبة إلى جمح أو اسم قبيلة قبيلة صالون نسبيه وقبيلة قريش تكمدة وحير شيخ سعيد بن عامر الجمحي وحنك تاريخين وقصدي سان بلابي صحابي اللي رادو سعيد بن عامر الجمحي شيخ عبد الرحمن سيدا بدن انت اوصن تاريخ هرؤو قلين وحو هردع صهر مريا كلمات صحابي وكا تاريخين ايو هذا الذي سوانو ناكسن اما اساقو يري اما با أصحابتك له أما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصة لحديدة إلا أن قصة صور صور وقهد لندونا قيب ودمين دونا قيب كله قل لندونا ملاح أقو قروح ذا بدن أما أقو معانسيق بدن أيه الرعير السماية مركو حويري سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على ما سواهما سعيد بن عامر الجمحي أصحاب النبي وحبو عن كوي هاي سيدا تاريخي سأن كده هن دانو أما أن كبرن دانو سعيد بن عامر الجمحي وهو هانين دلني رأى أن لش آخر دارت أو كدارت الدنيا دمانة إسا إليدته اللي رسولنا دارتي صلى الله عليه وآله وسلم وحي كسوهري وح الله وحي إلى كسوهري إلهي رسولك وكتغي سيد الهي وكو جعلان لها اما رسولك وكو راعين لها صلى الله عليه وسلم ايو اقعي مركا تاريخها وحاكوها كو دحو وريغان هيا تاريخها سعيد بن عامر الجمحي وحكو وريغان دونا انتا شيخ وصهر مريء اه نين الدنيا انو صنهين يعني آخرة الهي رسولك اقعي عليه الصلاة والسلام انو اها هذلك وحا اسكر راعي وصدا او اماني صحابيك مؤرخين تا انت تقانو كتاريخي دا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم صحابتي نبينا عليه الصلاة والسلام هي تابعين تا انتي كدن بيسا
kitaabka marka waxaanu akhrin doonaa qaab oo aan tarjumayno oo afkeena hooyo ama luqadda soomaaliga aan ku tarjumin doono inta awooddeenu ay gaarayso. Ilaahayna waxaan rajaynaynaa subxaana wa tacaala kana baryna inuu na waafajiyo. maxaa yeelay dabcan sidaan cilmiga kusoo qaadanay amaba aan dadka xerta ama dalabatulcilmiga masaajidda iyo madaarista ugu akhrino wax la yidhaahdo laqba ama yacni sharax in loo sameeyo oo marka hore carabiga la akhriyo haddana la laqbeeyo, laakiin maadaama meediyuhu ama tv-du ama idaacaduhu ay ka duwan yihiin nidaamka ama dadkana daawanayna dhegaysanaya, waxaan jecelnahay si sheeko ah oo soo gudbin ah waan isleenahay daawadayaasheenna ama intana dhegaysanayso ay ku qanci doonaan inaan usoo gudbino biidhni illaahi tacaala. Saciid ibnu caamir aljumaxi wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo 20 sano ilaa 30 sano u dhexeeya. Saciid ibnu caamir aljumaxi xilligaa uu dhallinyarada ahaa wuxuu ku noolaa magaaladan Maka Almukarama ee dalka Sacuudiga hadda ka mid a xaramka barakaysan ama kacbada ay ku taalo. Maka Almukarama xilligaa Saciid uu dhallinyarada ahaa waxaa haysteen oo ku noolaayeen gaalada Quraysh oo xilli nebigeenna ay ka saareen calayhi salaatu wasalaam ee nebigu Madiine u haajiray asxaabtiisu oo gaaladu markaa ay ka taliyaan ilaa Maka iyo hareeraheeda. dadka ku nool ee kumanaanka ah ayuu ka mid ahaa magaalada Maka. Saciid ibnu caamir aljumaxi maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa uu la kulmay dad kumanaan ah oo jid socda isu soo xoomay oo hogaaminaya nin dhallinyara oo gacmaha ka xirxiran. dadka tirada badan waxaa hor socday gaaladii waaweynaa oo adeeradiisa u badnaa ee Quraysh sida Abu Sufyaan ibnu Xarbin iyo Safwaan ibnu Umaya iyo dad badan oo gaalada waaweyna. Abu Sufyaan xilligaa gaal u ahaa, laakiin kadib uu islaamay, kitaabkan ku qaadan doonaaba. dhallinyaro waad iska taqaanaa, dhallinyaradu waxay jecel yihiin qofka la dilayo ama la garaacayo ama meelo wax ka dhacaan dadkiibuu dhex galay socday. Saciid ibnu caamir aljumaxi nin dhallinyaraa buu ahaa. waxaa loo waday ninka asiirka ah ee lasoo qafaalay meel la yidhaahdo Tanciim ee mandiqo yar oo xaramka ka baxsan, xaramka xuduudu leeyahay qofkii xajiye uu yaqaanaa Maka, tiirar lagu yaqaano xuduudulxaram ayaa jira. markii laga baxo waxaa la tagaa Tanciim, tuulada ugu sokeyda Tanciim ee la yidhaah, waa meesha hadda cumrada laga soo xirto, dadka Maka degan ay kasoo xirtaan, ama masjidu Caaisha hadda loo yaqaano, dowladdu masjid weyn ka dhisay Sacuudiga, cumrada laga soo xirta. Caaisha kasoo cumraysatay, sidaasaa loogu magacaabay masjidu Caaisha. waxay ugu bixinayeen gaaladu ninka saxaabiga ah, ninka ay wadaan dabcan oona garan doona waan qaadan doonaa saxaabi, waa nebiga asxaabtiisa ka mid a sallallahu calayhi wasalam ee dhallinyaro ah. waxay ugu bixinayeen ayagu dad jaahiliyah ahaayeen, laakiin diimihii hore waxay kasoo gaareen qofkaal raba in la dilo xaramka dhexdiisa kuma aysan dili jirin, way ka bixin jireen xuduudda xilliga oo dhulka xaramka ah dhiigin lagu daadiyo lama ogola. jaahiliyatan wa islaaman, haddana waa sidii geedaheedana lama jaro xaramka, shimbirheedana lama dilo, ugaarteeda lama dilo, qofna laguma dilo. wuxuu ka mid noqday marka Saciid ibnu caamir aljumaxi oo xilligaa gaal ahaa nin dhallinyara oo gaalada ka dhex dhashay oo ku dhex noolaa ahaa, wuxuu noqday dadkii kumanaanka ahaa ee ninka saxaabiga jiidayay mid ka mid a ayuu noqday. dadka inay isu soo kulmaana odayaashan waaweyn oo Quraysh ayaa isugu yeereen dadka si ay u daawadaan, khusuusan dadka dhallinyarada isugu yeereen. waxay doonayeen qofkii diinta ay haystaan oo sanam caabudida ah ama dhagax ay caabudayaan ama shirkiga ka baxa in sidaa loo daldalayo inay ku quus qaataan dhallinyaradu. saxaabigan marka ay daldalayaan waxaa la oran jiray Khubayb ibn Cadi Al-Khazraj Al-Ansari, asxaabta ansaarta ayuu ka dhashay qabiilka Khazraj. Khubayb ibn Cadi ayuu ahaa. Khubayb sidee lagu soo qabtay waa taariikh sheekhu hadda uusan marin, annaguna inaan ku sii fogaanno ma rabno, waa taariikh weyn. niman gaalo ah oo u dhexeeyeen Maka iyo Madiine inta u dhexeysa degan ayaa nebigu uu soo wafdiyey calayhi salaatu wasalaam. waxay isaga dhigeen dad wanaagsan oo islaam ah, waxay dhaheen waxaan rabnaa waan islaamaynaa
إلى دليل رأه أو رج القرآن كي يقانه أنصار تأو أي أبضنا عين رج القرآن كي يقانه إن أنو قدر تدو القرآن كي ودن كي نعجينه كبعدنا إن دي إن دين تكبرنا نبي صلى الله عليه وسلم رج دليل رأه وإلى تطبعات جارية أي نبي قدر صلى الله عليه وسلم وحكم لها صحابي كان خوي بن عدي صحابي كان لولي زيد بن دثنة مركي أي نحسي وضعن نمان بضن بأهايان وعيدنا ويكبضن آيان وينكهو بضن آيان أصحابتنا وحي أهوتين فلاري يرير إيسافو ويقادين سواري كقبتين كل ويلايين سدحنين وكجري خبيب هي اللبنين وكالي أيام ميل بوره كورين قالت مركو حيدهان بلان إلهي أن إنكا قادينا سودقة وحبي إنكو طابمينو ما دام عاد عررتين أن نلدى قال من رقي كلاوال ليني نين كم إذا صدح دي نين وحوير أنو مدقة يو قالنا مغنتي سي بلان كيسي إلهي نمي غانو كدقة ميو فلاري كدقة لين لابدي كلا سودقة نو إسديبين هيقو إصلاحايا فالأمي رنشيغان ودينتي إني عبادتي إني أخلاق دي الناس كسي ودتين لكن وي خيانين فلاريه أيوتين لابد السحابي وزيد بن الدثينة يا خباب بن عدي أي بقن كي أما حرق كفرين كعمه يقو حرين أيوكو مركا عداوة أي نبي قرنين أصحابتي صلى الله عليه وسلم أي أولايين رقع أصحابتا ولبا أصحابتا إلايين أصحابتي دين تبرني يسي ودالين يرد أهد وعلمي قبضناد وجهاد كي قادن يسي إلايين إلا نبي صلى الله عليه وسلم أو بلدن هبارا قبيل داس كقدال لبدان صحابي وحا عطسدين نمان كاليرادو قريش مكاد قناة ايا نمان قالادا كقاتين ولعاق حد دافا يحوالي سيين محايا يلي لبدان صحابي وحي كقيب قاتين دقالكي بدر وحيلقا كهر دعاي اي رقبادن او قالا او قريش اي لايين مركا ددكو ديا قاتين او حيدهن نمان كا بيالكان دارياشي نيدلين قعان تهن لو سوقلي ساسا لغو قبطي صحابي قان خبيب بن عدي الأنساري سعيد بن عامر مركا تاريخ دي سوحا سوق ليه إن لطالقة تاريخية خبيب بن عدي وشيخ وحيركة تاريخية صحابي كان سعيد بن عامر الجمحي مداما نين دلن يراء ويهي قفك دو دلن يري وحوقيا نين دير ولفلنا ووأها دلن يرني مدي سوحي أسو رقل إذا محايا لأود دميستران بوهيستا إن وددك عريريو oo hadda kolonyo badan oo kumanaan dad ah ayaa socda dadkii dhan intuu dhaafo ninkii qafaalka ahaa oo la waday iyo odayaashii quraysh dhexdooda uu galo uu dhawaado oo dadkii safka horo daldalada fadhiya wuxuu indhihiisa ay qabteen saxaabigii la oran jiray Khubayb ibn Cadi al-Ansari oo daahan asaga la eg oo quraysh u xirxiran xarka ku xirxiran dadkiina ay ku soo xoomayaan khusuusan haweenki iyo caruurti iyo dhalinyaradi ayaa gacmaha soo taagtaagaya oo qeylinaya oo ciilka iyo cadaawada ay nabiga saxaabtiisa u qabaan sallallahu alayhi wasallam iyo inay ka argutaan dadkii dagaalkii Badar looga laayay daanadii iyo urkutaaladii ba haysa ay qeylinayaan oo ay turturayaan saxaabiga صحابي خبيب بن عدي الأنصاري مركي كوحي هو جامناي أي لجارين ماشي حرم ككبح صناد حلقة أما التنعيم عن صوشا جني أي اللي استاجي صحابي وحال وحري تير ماشي وحرا قريش الوجود الدلو أي لبضة لجودي لبضة قعمود لوجحري سعيد بن عامر الجمحي وحوس استاجي نكي حرحرا قفك وجوه الرأي كحجة أيون نقضي asaga oo nin aad u dheer oo hareynaya ah hoos ahaan ugu aadan waxa dhagihiisa ku soo dhacay hadalkii deganaa ee saxaabiga Khubayb ibn Cadi uu ku hadaaqay oo markaa quraanka iska akhrisanayay yaani adkaartiisa iyo salaawaadkiisa iyo dhikrigiisa iska watay codka degan ee aan kurbada lahayn ee aan walwalka lahayn oo ku hadlayay saxaabigan Khubayb ibn Cadi ayaa waxa soo gaaray
وحي سو غاري دغها سعيد بن عامر الجمحي او خيلغا ويل ير او غال اها او هادلي ويلكي خرخرا دالنيردا او وحو ييري اسغو اودياشي لا هادلي غالدا اها او ددكن كلا وا داودياله اودياشانا ديليا وحو ييري وحن كودسن لها هادات اي سمينيسين يعني ان لبا رغعه تكدو لبا رغعه او سنه ayaan dooni inaan tukado fursad ii siiya adinkoo raali ah ka badi markaan labada ragac tukado iska kaydi labuu yiri way ogolaadeen ilaa waan in u xirxiran bal waxa dhan tuko qibladu u jeestay oo weysa qabay waxa inta fiirsanayo daawanaya guud ahaan dadka markii laga soo tago ويل كان دلني يرضى آه أو إلهي كهنوني نجماشا سعيد بن عامر الجمحي يعني نين كان ربي وعابد يو يكل سوند وكقبه يو هذا وين وينين جرين قال له قفك كعبد أجيست كعبد أجيستي لبر رجعه أو حوت كذا خبيب وحلق روحه أما الله لما استرنا إيسن جرين ركوعي سجودي اعتدال كي لو حصل أيه فلو في رصدة ولا ليال أنا جمرك ولو الكوي مادو ama dibaato ama colaado timaado salaadda ganmo tukan karno xayl iimaankeena iska daciif laakin asaga asoo in la dilo la doonayo waliba dilkan ugu xun waa in asoo nool cadcad loo gooyo ayuu laba ragca bilaabay inuu tukado oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhawaanayo wuxuu ahaa khubayb ibn cadi awwalu man sanna as-salaat 'inda al-qatl dilka agtiisa ruux jideeyay salaad laba ragca in la tukado ahaa ولذا السنة أي على جد الدين تين الإسلام كقفك أما حقها اللي جد له ما حق ضرها اللي جد له أنت اللي الدين إنه الله برجع تكده السنة مركو صلاة دي ولا ما يستي لا بد رجع هاد خبيب من عدي وحوصة حاضري وتركي قعمه أتاكتي لوحة رياش قريش الصق الله هذا ليا أرانا يا إله بنكون دارتها هدي أنا كعب سن إن إن إيه ملايسان صلاة وحنو دايرين أيو أرجعح جيريد أنك أرجعح أيو أو أنك أنا كعب سن إن هذان ورنيك وح صلاة ركعاتك أبدي صلاة دير كده بالأيام أدونك أسيج وقتي ساعدو إسلية هاي والله هذان تاك بقي لهين صلاة وان بتصلها بري لا برجع ويا جيرت محايا إلا ضدك سوحي هاي نول ليال حلاوة الطاعة طاعة ذا مع أنتي دريمين ليش أنا صلاة أي بوبسيس أيو كبح الديب يا شيطان ينفي إنه وسواسين عيان أيجا مركي صلاة الجلان بيوح والبحنون إيو وح والبرفاد إيو والول إيه المامين جرين ولذا نبي جن عليه صلاة وسلام صلاة مركي أقيم كلا جاروح ودي جرا بلال كده جرين مؤذن كيسي أريحنا بها يا بلال صلاة النجور راحي فالتعب كان الدوية يا صعد كان يا شقدان أنك راحي سنو ولذا نبي جن غير الدنيا معه لكن عبادات كي سكل يا وحوكج على كذا قرة عين وهاد قبوس وهاد صلاة وحن قادم دونا كتاب كشيخن وقرأ صور من حياة التابعين هدي لا ينجرسيو سح التابعي تابعين تكمل عروة ليرا إن لقوا لقى جرية صو صلاة كجرة وليه هاي نينك جرية ورانيك بنج هاي سين يا دراجة يا صوح وحوح صوحية صلاة سان أنجلا يا هي مركان كم عن سدو لقطة إسكجرة ولقطة إسلا جرة أصون حنون دريمينين خبيب من عدي وحود درينسي نمك وضيع شاها أيجو وحي سجل لأيهم بلا بد الرجعه إنه جعلان لها إنه صلاة بس صدو لكن وكعب صدي إنه أم ليان إنه عب صدي وجريد وكول ولايو وحين تضعونا يا ويل كان دلني رضا هم كتاريخين إنه صحابي سعيد بن عامر الجمحي وحب الله بين مركا قال هذا إن أي مديدو ده يا سيفهو ده أي كوجو جويان هلبك ويل كان دلني رضا خبي بن عدي الأنصاري أيوة كوس سمينا يا تمثيل تمثيل كحال إذا ده سورة دورينو عد عد بأسو جريين قعنت مر كجر لو تكجر بوضة كجر هلبك يسي سيدا آت كعبي أجر جريين أيوة مركا أرانا يا أوليبا وحوسو دواري مركي ديجي سهاري وعدد بدن لقى جري oo hilibkiisii oo boodbooday indhiis uu ku arkay ninkii markaa gaalka ahaa Abu Sufyaan
ابن حرب ايا دكت اسو دوي وحكيري خبيب وما جعشهاي ان ما انتو كالي قرقاقا اد اسكا جوكتيد او نالا لقاجتيد عرور تادا اي حاسكاقا ماشان تيركان او نوغو حرحرينيه نبي محمد او سيدانو كالي لو قليو صلى الله عليه وسلم نعيبك اي نبي قابان مركا وحو كدوني انو جلعوه و اسكا عفيو انتا كلمة داسن او قلبي وكو قبو سيدان مركاسو ليقيو كدأيا خبيب وحويري والله اسكا داف سيداس انا نجعلين إن النبي تقليك كل جوجو غير كي يجي عرور تيدا النبي جنان عليه سلاة وسلام قضح إجمع الدبوي إن أنا جعلين أبو سفيان مركز بوحيري والله ما أركن ورقف قف جعل سدا النبي محمد أصحابتي سوي جعلهن وفضل قف عدو وقريوي مركز سدا يري وح أدو حناقي إلا النبي أصحابته وح كسر نعبايان قال له النبي جنان عليه سلاة وسلام وح أدو سي حناقي ناجيه نمن كودي للدليل ولا لودي أبياشود يدلين يردي مركز على العلي وبرنان كي صافك فكذن أيجو قيلين أيورها يا ورنيك الدلة ورنيك محاو رئيسني سين ورنيك جوجوية ورنيك نضافي يا رهاي خوي ابن عدي مركز حنون كي كبطي أيو مركز إسكت جبيي أو جبي أصحابته هاين ضد دلين يراء أيو بضناين كلنا شعري هاين يعني ميزانك يا أدبك يا جبايك السيدة اللغة العربية ويا قانين جباي درب وتريي وهذا عنك جارين كرين خبيب من عدي وقصة جوتي الدنيا ده وعكمل دها جباي جيسي ولست أبالحي نقتال مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وما بحذار الموت إني لميتون ولكن حذاري جحم نار ملفعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هاملت عيناي من غير مجزعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرسد الأحساب لي عند مصرعي فذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد باضعوا لحما وقد ياس مضمعي وقد اجمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جدع دويل ممنعي كلهم مبدي العداوات جاهدون علي لاني في وثاقي بمضيعي شعر كاسوتري فحيري والله انك لجعلين هديب انا مسلم اللي يدلي وحا اللي يوهستو حاد مسلم النقطة ونبي محمد أرى على أي تهاي لين على إيدي يقول لإيدي له والله كلام يجعل بوري حال إلهي درس على إيدي له أما هل يجرجره أما هل يجبو أما مارة هل يبربوري أما سيف هل يجود له أما مدي هل يجود له أما أول هل يجود له ما كلا يجعل بوري وحير أنا وجيري كم دكتوني لأن جيري ما بلقي دكتوني أنا كراقف وضدك وضد ديمانة يعني ها لكن واحد كدكتوني هو إيد درم بوري نار كل أو شدن أو هريسة إن لا يقول تورم هاي القف كان إيمان إسلام نمو كل من نار ولجس كجرية لكن قف كي دينتي سقوط كي استوى واحد يرحنون كأدل قاتا راح وقال يا ولجس وسكب حينين وحير قالوا ذو حي يدور قليان إن قالوا به سك قالوا به ده نو محمد كهروان كديننا تعد مشان كحجاب ويري وحير هاد إن ده هو إلمين يان لكن لا إلمين مايو أرجع يجيري ده نعيب عن نعبه هاي لكن واحد لا إلمين يا كفر جو ده ماشي وقارسي إيه هلاج يجوه هلاك سمايان هذا إلهي أنا على علي أنا جا كربة ذي ده هي غريب نمدا محيا لأنه ما كم بده جني ورني أنساري وأها مش غريب أنكو أهاي نسوا جلوتي أنكو أهوا لي كاني كربة ذي إلهه وش يجنا يا وحيري وحن كلو إلهي وش يجنا يا تتك الصوب هيست أو قريشة وحي يسوا الديارين ويجود ليان وحقه يدين تاوي وحيري الله عرشك عبرته وعرشك وصاحب كأه أيام ويدي سمع إنه صبر سيو وحي يجود دون يان أو وحي دلك إلى الدنيا أن إله صبر يقصيب وليه محايا لو وحي جرجرة يعني أنا نقول هل بهيجي وحي قد ما دويري دمع إن أنفكره ما أنت ما دمع كما قبه وحيري وحي يسوع كل من المهودي يناجهودي وحا ليدوي قري قد الدلادة أو قري قفكي لجيو نرى الأوكاق وصنايا وحي دمانتود إلما يناجو يأضيال يدلهرو وحي كم دي سيهن عداودي ده قفل بوحي كود دالة أنا أحرحرن سيدي ويقطع خلصين لها يكود ذلك وهذا الآدو ديرو على
شعر كادير مركو دا مايستي ونفتو كسي بحيسي أيو مركا وحوب اللابي إنو حبارو نمان كسيدان أقلي محايل هادا سيدان قفك قالك منافقة مفاسقة هادان هنون أقرين إناد حبارتا يكوبانا محايل أمتك لو مسلمين أيو سيدان أدبايا و حبارتا ما وحويري خبيب أساقو أو يعني وحوي قريق دلدلاد كحر حرن اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إلهيو نمان كان قال هذا ده وحي عرورة مركاسي دم بكم جيران لكن رأي دتك ووين قال هذا ووين هي دلني هذا ووين هي ضمركا وسيدان كان دلي يا كان نعب واسكو دم بي إلهي يحر كوب وير كوب كوب معناه وحوا إلهو بابيوي إلهو مد مد أدل مصيبة لما أنت عمي ما يسأل إلهو كريد هديك لما مد مد أدل هلقف إلهو هدين بيورها هلقف إلهو سكفا كان نفتي وجود دم بيدنا ويكبر هذا مركو هذا الكه باركا ويريوي هو نفتي ماشي وجود دم بيد 50 أيام بحري أيده جركي سيكوت على سيفها لغو جراعي يورم هذا لغو مدي فلاره يمديها لغو جرجري وح إلهي أنكلي وأجي هاي فربدي ذا أي قوان فلو هل نور دلني رأى هيا أنت عاس ومدوه كمانانا أي قفل با وح كل فنا يسوي دلي سا ولا ليه الدين تنقيمها بدن هي علم عن فرحة بدن يا علماء يا قرآنك يا حكمة ما أنت عنها سنة رجعنا أودنتي وصلنا كسوة مرة دلنا ردا وحن دلك كقريب قادا أمرنا عن سحابي أو حكروا فن ويلكن دلنا ردا وكش كتاريخين إنه سعيد بن عامر الجمحي سعيد بن عامر الجمحي دلنا ردا قال هذا هو اللي يابن محايا لنو حواها لفل حجن وود بدن نكها محي أتومي واي أما توري ومديء وسافي وحكروا فن واي تيفي كلا ايا ادارا اما تلفاز كلا مقال كلا ايا اشدنا ووحو اللي يابي يعني وحوي نكا دالي رضا اه وحو اللغو هايستو اي ايمانك الهي سي اي لبادر عود دقن اي عودكي سي قبوبا يعني وحوي ايو داوانا يا اساقو مارك عشر كاني لباد اما درسكي لباد كتابكي صور من حياة الصحابة اما تاريخ دي هي مقالة دي كوبنا اي لغد دياري أصحاب رسول الله رضوان الله عليه رضوان الله عليهم أجمعين أنت أيون نوجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.